أول إشي عملت 250 جرام من البسكوت مع 100 جرام من الزبدة، هدول زي دائما بنعملهم على محضرة الطعام حتى يتماسك. أنا من الأول بحطهم على محضرة الطعام، بعدين برصهم بقالب التشيز كيك. ملاحظة تانية كتير مهمة، إنه لما بترصوا البسكوت لا تكبسوا زيادة. يعني حطيت الشوكولاتة 200 جرام على النار، معاها شوكولاتة الدهن، دوبتهم على حمام البخار، وبعدين خفقت 600 جرام من الجبنة الكريمية، أضفت لهم السكر وأضفت لهم الفانيلا وأضفت لهم الشوكولاتة المدوبة والجيلاتين، وبعد هيك وزعتهم مع الشوكولاتة هاي برضو اللي كسرتها داخل الخليط. وبعد ما منوزعهم مندخلهم على التلاجة من 4 إلى 6 ساعات يعني على القليلة، أو من قبل بيوم يفضل كمان. وبعدين بس زينتهم بالكريمة المخفوقة ونفس الشوكولاتة اللي استخدمناها وصحتين وعافية. 100 جرام زبدة مع 250 جرام بسكوت، هدول لقاعدة التشيز كيك. بدنا 600 جرام من الجبنة الكريمية، بدنا 200 جرام من الشوكولاتة، وبدنا 3 معالق شوكولاتة البندق تاعت الدهن، وبدنا كوب كريمة بالإضافة لجيلاتين ومي وسكر وفانيلا، وآخر إشي بدنا كريمة مخفوقة للتزيين وكرات شوكولاتة للتزيين. موضوعنا كتير سهل، كتير سهل. التشيز كيك سواء مخبوزة أو باردة من الوصفات السهلة اللي ما بتخوف إذا التزمتوا بطريقة الإعداد الصحيحة. أوكي. فخليني أقولكم هلأ أول خطوة وأهم خطوة لما بتعملوا تشيز كيك باردة. هلأ التشيز كيك الباردة عادة كيف منجمدها؟ يا أما بالجيلو إذا كانت على فواكه، مثل مثلاً إذا على أناناس بتحطوا جيلو أناناس، إذا فراولة جيلو فراولة، إذا على شوكولاتة بنحط جيلاتين. الجيلاتين رح تسألوني أنا عن بقري، لأنه طبعاً لازم تقرأوا عليه إنه بقري. وتعني شيء الجيلاتين حتى ينجح معاكم في الوصفة لازم يتعرض لمرحلتين. المرحلة الأولى منجيب مي فاترة أو مي عادية بحرارة الغرفة، منحط المي على الجيلاتين ومنحركهم مع بعض ومنخليهم شوي على جنب، وهلأ رح أفرجيكم شو رح يصير فيه. فإذا الخطوة الأولى منقدر نطفي عليها سمير. لا هي أصلا مش شغال عليها، فأنا بدي أشغل مش شغال عليها. أوكي شو رأيك؟ ياريت. فإذا أنا هلأ دوبت الجيلاتين بمي باردة، اتفقنا؟ نتركها هلأ شوي على جنب، رح تصير متماسكة وكتلة واحدة زي الجيلو بتصير. نرجع بناخدها بنحطها يا أما بالمايكروويف يا أما على حمام بخار. واليوم للسهولة الصراحة حطيت شوية مي بالمقلاية هاي اللي رح أحطها هون. دقيقة شوي. فرح أعرضها إذن أول إشي لمي باردة، بعدين لما تصير جامدة بناخد الجيلاتين نرجع بنعرضه للحرارة مرة تانية، سواء كان حمام بخار أو كان مايكروويف أو بالحالة اللي أنا عم بعملها اليوم حتى أفرجيكم. بدي أرجع أعيده لمرحلة السيولة. إذن بنجمده ونرجع بنرجعه سيولة، ما بنحط مرة واحدة رش ولا بنحط بهاي المرحلة اللي بيكون صار جامد هيك زي الجيلو، ما بتقدر تحطوه هيك، رح يخرب لكم كل التشيز كيك ويطلع فيه قوام الجيلو. يا ريت اذا مبين هيك على الكاميرا هيها استاذي عشان افرجيهم. هلا انا بعد ما حطيت عليه المي البارده جمد، شايفين صار زي الجيلو، ما بقدر احطه هلا هيك انا على التشيز كيك، فلازم ارجعه لمرحله السيوله. هيك بنكون فتحنا الجيلاتين وهلا مرحله اعادته للسيوله بالمي الدافيه. فرح اخليه على جنب شوي وابدا اخلط بمقاديري. تمام تمام. نسينا الجيلاتين، ننتقل للخطوة الثانية. خلينا نحكي شوي عن الشوكولاتة. الشوكولاتة أنا مستعملة شوكولات شيب عاديين، أوكي، حاطة 200 جرام من الشوكولات شيب، رح أضيف لهم شوكولاتة الدهن أو شوكولاتة البندق طبعا على حمام بخار. عم بعمل هذا الكلام هيك الطعم بصير واضح. ها واضح جدا. يا سلام يا سلام. تقدر تحركهم نقطة إذا بدك، بهاي أسهل لك. أوكي ستنا. أوكي. شكرا جزيلا. أنت بدك المي؟ لا أنا شغلت لك إياها احتياطا إذا هاي ما سخنت. لا بس وإحنا ما بدنا إياها. عرفتي؟ لأنه احتياطا بس يعني. عشان تعرفي إنه الأسيستنت اللي معك والله لماح. والله شف من الآخر. والله لماح بيني وبينك. والله يعني لماح. قلنا هاي يعني إذا للأمانة. يسلم. شايفين خلص دابت الشوكولاتة مع بعض. دابت شوكولاتة الدهن مع الشوكولاتة العادية اللي هي الشوكولات شيب 200 جرام. لازم أنقلها هون حتى تصير شوي بحرارة الغرفة قبل ما نضيفها للتشيز كيك. ما بصير نضيفها هاي طبعاً بصفنة. معروف يعني شو بتسوي فيها المعلقة، بس عشان بالتلفزيون هون مش راح أقدر أسوي اللي بتسوي بالبيت. تفضل. نرجع للجيلاتين نطفي. بدي أفرجيكم الجيلاتين. ماشي طفيت أنا عليه النار، برضو رح أحطه جنبكم هون تبدوا تشوفوا كيف بلش يرجع عندي لحالة السيولة. شايفين؟ بطل جامد زي الجيلو.
فأنا هيك بقدر أضيف الجيلاتين وأضيف الشوكولاتة براحتي. اتفقنا؟ يا رب تكون واضحة معاكم الخطوة، أنا عدتها كتير كتير كتير. إذن شكل الخطوة هي مهمة. نعم. عشان هو فعلاً إحنا ما بنحب التشيز كيك قوام الجلي، فالشيف ديما اللي سوته الجيلاتين ذوبته بمي من درجة حرارة الغرفة، تمام؟ بعدين ردت حطته في الحمام المائي هذا. نعم. رجع للسيولة. نعم. عشان تحصل على القوام اللي بدها إياه، وهي خطوة مهمة. هو مش بس يعني عشان ما يكون قوام الجلي، أنت بالعكس بدك يا متماسك، بس مرات الجيلاتين بضله يقرقش، مرات بتاكل تشيز كيك بتحسها مش سموث أو مش حريرية من جوا. أقول لك مش التشيز كيك، حتى الجلي بتكون هيك أحياناً بيكون يعني هيك ذايب وسموث وحلو، ومرات وأحياناً بتقرش وقرش قاعد. مش فهاي الخطوة ضرورية. إذن أول إشي تفتيح الجيلاتين، واسمه بالانجليزي بلومينج، نعمل بلومينج للجيلاتين، بعدين تحويل الجيلاتين لمرحله السيوله مره ثانيه حتى نقدر ندخله بالحلويات. تمام. هون عندي 600 جرام من الجبنه الكريميه، راح اضيف لهم السكر واخفق. لازم تكون الجبنه الكريميه نوعها جيد وبحراره الغرفه. كريمه سائله. بس عشان يسمعوني شو أضفت، حطيت الجبنة الكريمية، أضفت لها السكر، أضفت لها الكريمة، كريمة الحلويات السائلة، وهلأ بدي أحط لها الفانيلا. تمام. وضع طبيعي ولا في حدا؟ لا لا عادي. عادي؟ عادي عادي. أوكي. رح أخفقهم، بعدين أضيف الشوكولاتة اللي تذوبت وأضيف الجيلاتين. وصفتي صارت جاهزة، بس ضل خطوة واحدة رح أفرجيكم إياها. أضفت الجيلاتين، بدكم تنتبهوا بعد ما نضيف الجيلاتين والشوكولاتة رح يجمد قوام التشيز كيك بسرعة كبيرة، فحاولوا دايماً بعد ما تنزلوا الجيلاتين رأساً تنزلوه على القالب حتى ياخد الشكل اللي بدكم إياه، لأنه بيجمد بسرعة. اتفقنا؟ في هاي الشوكولاتة اللطيفة تعرفها؟ آه طبعاً، كلك حبة. شكراً. أنا مكسرة جزء منها اللي هي كرات، هاي مكسرة جزء منها ورح أضيفه بصراحة داخل الوصفة. اتفقنا؟ ها انتي شايفين كيف مكسرتهم؟ طلع 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 اليوم سمير الكوليسترول طلع. طالع معه. يعني احنا عارفين شو بتسوي فيها هاي السلافه لو كنا في وي ور ات هوم. يس بس هون بدنا قال هيك يعني قال طب هاي بس معلقه معلقتي. ايوه يسلموا. طبعا. طيب يا جماعه شايفين، ها اضفت الجبنه الكريميه، حطيت عليها السكر، حطيت عليها الكريمه السائله، الجيلاتين المدوب، الفانيلا، واخر شيء اضفته هو الشوكولاته المدابه، نوعين الشوكولاته اللي استخدمتهم، وحطيت الشوكولاته المكسره. هلا خفقه واحده يا دوب راح اطفي واوزعها. خلص انا سمير. بس دقيقه خلينا نتاكد انه نفصله، خلينا نشيل هدول. أنا بحب الحلويات اللي فيها تكنيك، يعني بحب أشرح للستات الفرق بين التشيز كيك الباردة والمش باردة، لأنه دائماً الستات بخافوا من التشيز كيك ما بعرف ليه. بيجيني أسئلة عديدة خصوصاً على المخبوزة، طبعاً سبق وعملناها كتير وشرحت لكم كل التكنيك وطريقة الخبز حتى تنجح معكم 100%. هون عندي قالب 24 سنتي، حطيت فيه البسكوت مع الزبدة زي ما متعودين، 250 جرام بمية، 250 جرام من البسكوت مع 100 جرام من الزبدة. تمام. خلينا بس نرجع يعني ننوه لشغلة كتير ضرورية، بما إنه التشيز كيك فيها جيلاتين، الجيلاتين بتدوب على مرحلتين زي ما فرجيتكم، بجمد بسرعة، فأنا لازم هلأ أتصرف بسرعة بس لعيونكم عشان الفاصل وقفنا. بس هو إجمالاً أول ما تخلطيها بتوزعيها بالقالب لأنها بتجمد وبتاخد الشكل اللي خلص بتتركيه عليها، لأنه طبعاً فيها جيلاتين. هلا الحلو بهاي التشيز كيك البارده من 4 لـ6 ساعات بالثلاجه جاهزه للاكل، بس طبعا اذا عملتوها قبل بيوم بيبقى افضل، ولكن تقدروا تعملوها خلال 4 لـ6 ساعات. فهلا بدي اوزع باقي الخليط عشان ابدا اعطيها الشكل اللي انا بدي اياها تضلها عليه. بس بدي افرجيكم انه انا عم بعطيها شكل مستوي من فوق، لأنه خلص زي ما حكينا فيها جيلاتين، الشكل اللي رح نثبت فيه التشيز كيك هو الشكل اللي رح يثبت عليها، فإذا كانت مش مرتبة معاكم من فوق للأسف رح تضلها مش مرتبة خلص، لأنها بتجمد خلال وقت قصير. يعني شوفوا صارت أوريدي ها مخت الشكل وجامدة، فطبعاً مندخلها على الثلاجة بعد ما تجمد تماماً
بس بدي انظف اطراف القالب. بعد ما تجمد تماما بتزينوها باي شيء انتم حابينه. انا حطيت كريمه مخفوقه، هلا بفرجيهم الجاهزه، وحطيت نفس الشوكولاته اللي حطيناها داخل التشيز كيك.